بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده المصطفى، أما بعد، ولا لازم لو بعد شوكتان قلبوا ناكسن كل انت ديني جمع أول بقى مربع برنامج جد عصوب أن جعلنا هاي ولا لازم إنان سوى تبينه وأن كلا قيب قاضن إنه مربع وحي نوع عصوب نوض عصوب مال الدنيا اللي كتشوفنا هنا نسويت منهم قارهان ما دام بهضة مؤسسة الأحفاظ جمعية المنابر القرآنية متك السنة أنت كسكون وقف أي متابعين يعني الله يو صدقكم أفرتكم كل دوات وحنجعل لها بل حقائق ذا هنا نلوى ذا نور على مال البتشوين سو ماردة يو بقية الإخوة المسلمين في كل في شتى أنحاء العالم قلبت واجمعه ما دام جمعنا أي تهي وحن شعلها إن إله سبحانه وتعالى هرت ولود من دافو جمعها إن إله عفمات إيوه عمره ناس نقص نو جرسيه وحق عنده إذا بده حدا فردية قراءة لما يسيو طبعا قارئ مركز مغشان معنيه ذم ما هنوي لقى ما هلا يو معنيه ذم ما هو أن المحمود وكل ماها لكن وح على جهل وح يتهي وحضر كيسا المير معجزات أركيسا هو قرآن كسفي عن ويقانا بل يقانا كتب ذكر قرآن كعلوم القرآن لحريرة هذين نغن لهي عقيلة تتراب القصائد في علوم الرسم وكهل لي رسمها رسم مصحف سلو كلا شاطبية دردي طيبة النشر جزرية دي يو كتب ذكر لا يعد ولا يحصى كو متونتا يو كو كلام حواها نثرقة انت بس لا يقانا زمن كي هو رسل وضع يقاني قرآن كلية ايادتك ايبو بسنجرين لكن في القرن العشرين ام في القرن الحادي والعشرين داتك انتو قبضا وحي كبرو اروين قرآن كان لبرانا ايو طبعا دات كان برانا يعني اسكما سو قارن مالبو كيمي مالبو كسو اسكما مي وسلسلة اجازة اما سند كحر الله الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جبريل ثم من الله عز وجل قارئ أن يرى أكثر إذا فرديا أدار كيسان بدح ذي ذا فرديا أدار كيسان يو أبيه سي وأسجن أدار كيسان معلم إبراهيم وطبعا أسجن لفتي سي معلم أيان شعلنا هنا إذا لو ذا إنه صدق كلام واحد عن تي ذا مدك فرديا معلم محمد وأدار كيسان معلش عفوا كل قاعد تي تلفونك قاعد تل سير تري ما هيستو على العجالة أيام برنامج كان أسود تبيني إياه مرك إخوان بارك الله فيكم برنامج كم حنش على هاي إن ويل كان ير طبعا أنو ما عيس كلية إن أن حصه وأن كحشونة يا مر كان أنا أركو علمي أو حمبارسي هاي طبعا وشيخ شيخ ما معناه ما ها مد كلية ما حنقول هاد دادي سدعدي أما مد كتاب كلية يقانا أما ندأوي من لما يدهدو وح على يدهدو وح يتهي قف والو إلهي علمي قاسي بري يعني ورفع إلهي سي ويا درجة إلهي ويا لي مركا إن صدر كيسان إن شاء الله تعالى أبيه دلي واقع قعنت إذا بدي حدا فردي أسونا كدم بيا ويل كيسي أسونا هو معلم المها ودلين وضر كيسان معلم كلا مركا وحن شاء الله وحي تحي بل إن حد كور نمرا نسوي قلي دور بلوت كور تدور بلوت كور مرا نسوي قلي إن ترتن وكغيب قلي ترتن كي وكغيب قلي نوعا ما إن درجة دي أسقف فيني وين درجة كهوسي سلاسمي طبعاً رفع بدن وصاحب ذا هل كان ميكوتشلان ومتابعين يا برنامج كأم بدن هذين هم هاي خجة أنتوا بدن ملاحظين يا أم محوها دبجري يا أو ترتمضة يا خصية وضية ما ركوا حن شعر هاي كان دولة لو قاضية مثلاً سحر أمريكا كان كداعية أما كان إمارات كداعية أما كان بحرين كداعية سدوك الكويت إن قطر أنت أردن ترتمد دولة سد تركيا أوكله ترتمد دولة أيها كرناعية مركا واحد رعيسة أنت وجب بدن ترتمد أصل القاضية دد واحد القاضي المنصب كوضعنا هين أردت كي حق أولها مجتمع صوماليات قيمه دي صو صار لهانا والجة تجية سنتا أردن عند مركو حنشعلني بل إن أنا لا أركتاني دونكنا دد كنا داون يكون داون دونا بق جودهان مركو حن الله مركو جوه رئيسة لا بد قيوا ضد ككل نداوانا يا أما جمعية المنابر القرآنية هنغطى أما قيادة مؤسسة الأحفاد الخيرية هنغطى بل إن إذا كنا لا أركتان علمها ير علمك حمبارسن
محوها سيجودي أو محامك ولا هذاي بدك يفعل ضها محوها اللي يسقط ضي إن لجهر يبو أنا هنا أنت على إن صو صارنا هذيلا لأن هو المجتمعي أنفعية ومعلم المجتمعي أنفعية وأستاذ مجتمعي أنفعية وتيتشر هذا ده إنجليش اللي كل شيء يعني مركو أنت على إن شاء الله تعالى برنامج كهرت مركو قهر هسه جارسية ولا هذا كلام دال وعلى خير كفاعل وحن نقول بيا مركا إن المهير أدر كيسان أو أبيز نفرية وأنت على هاي مرك إن أن كلمة كلمة أن سيوم أدم وقت إنها أد عرري ويا هاي أنا وأبها كبر أبايا إن المها صدق القرآن كوكس وبري يو وقت وب طبعا ويري هلا بيتون سنتير ويا يوم حنكل هذا إيه وقت جيرو كوبان حارض ومريو قرآن كوحافظ شاطبي وحبدسي هاي إن جزري وحبدسي هاي مرك عقيرة تراب القصائد في علوم الرسم وحفظي هاي ميل والبوحبان كقبل لعب الدونة أما أنا لها إنه كتاب قبل نوبلو أما أنا لها ميل هبلي أنت عن سوق أنا لها هلك كاسي وان إن شاء الله تعالى لكن وحكاه الرجاء أبيه ومعلم رحمة إن سؤال يرد جابا يوم حوا مكروفون كانوا أدوينية مع الرأي إنه مركور هدوه بل ويل كان أذيد دلي أذيد دلي إلهي سبحانه وتعالى يا كما هسن قرت القرآن كأن بلاوت يو حلقوا سلما هاي iyo in sheed waqtiga soo adak ee qaadatay taban qof u dadal badan argahan marka microphone ka hanigdo ee daqiiqad yar ka siyaane jazakum allah khair harta lankan amata tumun iyo majaraha wadmo hadii sabab tumun isadisan ya jar quraan qorto soo tumun iyo kulsan jar ya quraan ya dhamaay تحفيد يعني ما يبغى بقيتم إلا مسن مارك سجاري تحفيد يبغى مدام ناين مارك مسجد التراويح هذا ميلو يب يا إمركيتم إلا مسن سجاري تومي سد السنة كم عدن دم عدن تي سو مسجد جام سو ترتن كجلاي إنه جم حافظ دو حافظ لما ديس ولا ملا ترتن كرت له راي سيلك أرك على الدليا يا هاي أو سو قبلد سو لترتن ماي أو سو همار هذاي مارك horto wal barashadiis ee diyaad soo dalan soo isla dayna meel iska la noolay oo qaab soo quraanka ilaahay soo dhigay si maran marsa daraade may kale oo nugan alham ilaahay kama hadsan ma sha allah oo ilaahay ka manaysay had tumi si may ba kumada tub kale raaw tahfata al-afal hidayatu al-mustafid jazari kitab kale raaw شاطبية أو كم يو بغل تضواتين سديد بيدة يو كتب لأراو أو لأراو سلسبيل الشيف انتان يهدي ياك اوغ انتي سحيب دي سنيان اوغ يو قرآن كولا مدر روايضات أو عاصم شربة يو حفصي شربة لمدن روايضات يهد التربية ميل نيسو ساري اوغ ولكن لك هذه مشي إلى بركة أو في إلى والبرشيو ميل ترتمية ميل مرشي لكرس فضائل من فضائه بركة سازو لنكو خير بدنا الحمد لله إلى هي بركة يو تاسمك يا بري أن هل شيء يوم أنا بدو أن تاسو واي هاي بارك الله فيك آدي هذا يومها سيح والمغلسان طبعا الميرو لقد ذلك waxaa kala aan raacinay waxay tahay walaaliyaan ilmaha yar oo wadka yar waxay ku xirantahay waalidka qalay ay ku xirantahay ku yar waxa halkaas todobaan jira lix sano jira waalidinta markay maqlaan waxa ay akhriyaan ay ka daba qaadanayaan salaad oo kale iyo wax la mid ka marka tarbiyad waxay ka bilaabaysaa waxa waalidinta ka bilaabaysaa meesha markaan ugu gudbo waxay tahay in ku raagmayno su'aal kaliya wali su'aal weydiin ma meel hebelno akhriyaan aan oran doona quraanka ah wali asoo cod macaan oo akhriyaa iyo waxaan ku dhahay kadibna shaadabiid bisa hatta meel kale galiyeen kutubadan kale ima galeeyno badoodi ayaan laba meelood shaadabiid aan ka weydinay insha Allah ay sheekh maxamed ay hadaw quraan kariim ku meelin akhri insha Allah wiliba codkan ka fayla ka in ka akhri a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بقشا فنقبوا في البلاد هل من
المحيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. أحسن الله إليك بارك الله فيك. للتنبيه فقط يعني قبل أن نبدأ في صلب الموضوع أو أن ندخل في سياق الموضوع إخواني وحن حصصت الله إيش هاجي هو طبعا أيضا هو إلى فرديان والد كيبا إلى فرديان معلمك كلاء أسن جوب شو هو فرديان وحن عادي أنت ترتم وقلي المهاير أضمغ لسان عود كيس مخارج كيس أداء كيس تجويد كيس صوت كيس كل تلاوري يعني وحنا وران كاريا 99.9 يعني وحوين درجة الامتياز مرتفع أيا لغوت الماما يا أيا واحد على أنت ترتكي وكقي بقالي كدمنا إن حتى باسبور كيس وح صوت يا سليدي كدمنا حمر لو هو عاي أيا واحد عادي إن حنقول هذا إلي هذا أنا راعي هذا راعي ميس أبيه اللي بيقول أنا راعي هذا وأنا قولي أوكل وين أدو أبا أسكتشوك أنا راعي نكان يعني فأي ظلم أعظم بهذا والد كي ضلي المهود اللي غير البيس اللي غير ريبي لليها أنا أكون مثلي إسكتشوك لليها يعني وحى صوكرة ماشى إسكار دعية أخطاء مركو حنلاني المهاير مركا ترتنكا أي جلان سواء ما قانو أن قصوا ولا براني وحويا ترتنكا قف كستو جلي المهاير كغيب جلي دبده هالنقطة مجدها هالنقطة وحويا والد كي ضلي سلو تشريفه لا كرامه لا احترامه ولا وعى أما أسي البيه والسراعينية والدك كما هريو مركو وحا سو كلا دعيا ابيين وحو يرمى هدي اني علمي لا يغرب مع السلامه ما يمدوني وفعلا نسا كو صحسن ابي مركا الهه لوغه بقوتا او كلا ارنتا او كلا هدي دحدو مركو وحا نوقنيا تنبيه سري وان كو دريا وايو هدي اي دحدو رمضان كا انو ترتنو كا قيب غلو اي ليدا هدا انو راعي اي نوقتو اما يعني انو سو بخي نوقتو طبعا او بالعداله لو سكونيو وحان لاهي ددكي سدا كو سميهي فتقوا الله في انفسكم يعني واحد جري دونتان مترين تحت الارض تجري دونتان فأنتم محاسبون بما تفعلون للآخرين من الظلم والفساد فأمام الله سبحانه تسألون عن هذا الأمر وحن هو كلام إلهي كلمه هي قلبك يا اللي قدلين والد كيساس أوكل أنا راعي محلال علمي مرة من أبيس ونولي هاي مركا أسأل قدل فهو أولى منك يعني أنت أنه أسأل راعه أنت مركا موجود إن شاء الله تعالى في مسألتين بسيط من متن شاطبية وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجند بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطلا أمينا وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا. أحسنت
فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. وقالوا عيسى ثم عثمان وارشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. ومكة عبد الله فيها مقامه وابن كثير كاثر القوم معتلا. روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا. أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفراتي معللا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا. هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. تنوينه أو مثقلا ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم. وأيضا تم ميقات مصلا. وقد أظهروا في الكافي يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا. فعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا. أحسنت. بارك الله فيكم كلي. أنت سوي كبضانتي هدان سي وضع. طيب هيا هيا أبا سؤال. أنا ويدي يلي جلدي سورة الأنفال. سورة الأنفال أني فرشتها قمتها يتيني سورة فرش القرآن. شاطبيضة شاطبيضة. طيب هي كل أبي سد البضي إن قيبها فرش القرآن كلها لها أما اختلافات إنه محوها نوت عبطه من سورة الأنفال. هي سورة الأنفال. وفي مردفين الدال يفتح نافعون وعن قنبلي يروى وليس معولا. ويغشي سما خفا وفي ضمه افتحوا وبالكسر حقا والنعاس ارفعوا ولا. وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله مرفعها شاع كفلا. وموهن بالتخفيف ذعى وفيه لم ينور لحفص كيد بالخفض عولا. وبعد وإن الفتح عم عولا وفيهما العدوى تكسر حقا الضم واعدلا. ومن حي يكسر مظهرا بالصفا هدى وإذ يتوفى أنثوه له ملا. وبالغيب فيها تحسبن كما فشا عميما وقل في النور فاشيه كحلا. وإنه مفتح كافيا واكسر لشعبة السلم واكسر في القتال فتبصلا. وثاني يكن غصن وثالثها ثوى وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا. وفي الروم صف عن خلف فصل وأنثا يكون مع الأسرى الأسرى حلا حلا. ولا يتهم بالكسر فز وبكهفه شفا ومعا إني بيا أين أقبلا. أحسنت وبارك الله فيك. كلي وان مغرسان هديل السي وضو مغرب كينو كور كينو وكبحيا مركزات دراد ورالي الله بالله عليكم. أنا وحن هيا فقط مجرد سؤال واحد إلوها سالة يليو أو لحقيريو تصالحان ترتمضى مركز لقاضيو المهني أما قف كان شخصياً أسرق ترتك خقيب قليا وح الوقيم يسدح قيود ودويا. أولاً ولب أفران كدقيا. أولاً الحفظ ثم الأحكام ثم الحركة محاصر راعية محاصر راعية الأداء ولب وقتين عندما أداء الغطر لكن مركز المراجع وحنو عصر الديجر الأداء قرآن كواد مغشين قراءة شاطبيض وطنو أخي هذي عقيرة تراب القصائد وحكوي ديو كافيد وحكوي ديو كتب ذي كلا هو بس قصة عونس أنا عاوة حويان وحال الله يذن خلاص أنا علمي وهرتين وانا قاطي صوم أيضا كلام أولا وحويان إله سبحانه وتعالى والدك ككرامي المها بارق السيي إله سبحانه وتعالى هرتون هكو أول قدو. ثاني شيء واحد ويانا ثان إمام الشاطبي مركو هلي كتابك بلوغيس مركو صوب بلاوي صوب ذي وحوك هلي والا قرانيا قيامها مركي لقارو أول مرين بانسين والدك نوع عصا أول مرين بانسين قفك تتاو وقرنين بدأت بسم الله أخري بيتك وهو الرياضك أدكي ليس أنت أولا
المها سال وجود ذلك لا لا رفاضي لا لا بابا أي هذه قلبي اللي قد اللي كورن وارد كلا يده هذا أضو راعي سنة راعينا أما سنة لا يده ماشي درجة كود وكفل لا يده هذا لا 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 رصب قدر ولا لكن أنا روح واجب كنا بإذن الله الكريم دوليا أما داخليا وخارجيا إن سعسينه إن سعسينه محمد كلها ترتمد الدولي كنا وكقيب كنا بإذن الله الكريم هذا أي أمها سيهاي أباها دلي معلم راهم أكتين فردية ومعلم كي بريب أقرانك وما أنت ندب الصعودة أسيق لفتس وعلم طالب العلم ويا علمه طالب العلم ويا محمد كل هذا قفك أبا هذانا فبإذن الله الكريم نعطي له اتصالاتهم ويلحري الكرام لكن إن شاء الله تلفونه ذو حوال أردن هلك فريمه النوص الرعية المها إن القرآن وقانا نيدا أردس نؤان سعسينو أي واجب كانوا يا وجيلك مستقبل كسوس على المها ني مستقبلك إن وحك بدل الدنيا ويا marka lagu ciyaaro qalbiga oo lagu ciyaarana ma ahan in aabihi wixii xaq u lahaa la yidhaahdana ma aha adu baasboorka halka iska dhigo anaga raacna leeyda ya akhi laysa laka min xaq an ina sa u lahaa shuwaalidki marka taa waxaan kaga tagay anan lahay barnaamijka la share gareeyo in badan oo badanna insha Allah ta'ala waxaan u rajaynaynaa Sheikh Muhammad iyo aabihiisba rifa'a fi dunya wa rifa'atan fi al-akhirah أما الجزاء في الآخرة نزل من غفور رحيم فهذا هو أفضل مكان وأعلى مكان وأفضل درجة وإله سبحانه وتعالى أكتسى لقيه ليه وحن كنت تجينا تاني كنت تين دوحن لنا هاي فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أنا وإذن الله ولكن محمد مسلمي السلام عليكم ورحمة الله كامرمانك الأخ وولي بن الشيخ أتقانا جمعية المنابر القرآنية مسؤولك إيو قيبتا كلمة ستلاحفظ صوماليا ينوفر لي وحن لنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت يومكم والسلام عليكم.